بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو رمضان جا، ولكن واش فعلا كتشوف راسك داكشي اللي كديرو حاليا واش على الوجه المطلوب ولا لا؟ كاين شي وحدين يأذن الأذان تياكل كيخرج كيمشي يشد الكرسي في القهوة، ما كيتسناش تراويح، ما كيقرا قرآن، ما كيدير حتى حاجة، فعلا ضايع. لا راك في واحد الشهر اللي خاصك تقرب من الله عز وجل، ماشي انت أصلا ما كتصليش، ما كدير حتى شي حاجة، هي هذيك غير كتصوم كتسنى تياكل باش تخرج، فخاصك تركز أكثر على هذيك الأعمال اللي تقرب الله عز وجل. أنت كدير العكس، كتفيش الكوفليات في القهوة وما كتسوق لا صلاة لا والو، قلبك ميت، انت كتصوم على وديك الأكل، فوايد أخرين ما كديرهمش. فلذلك الإنسان ملي يشوف أن شهر رمضان وأن شهر رمضان دخل بحال دابا في اليوم السابع أو الثامن، يعني صافي راه قرب سالي رمضان، غير كيدوز. إلا ما غتنفي هاد الفرصة، إلا ما غتنمشي هاد دابا، ما عمرك غادي تخسرها أبدا، وما عمرك غتعاود هاد الفرصة. استغنى دابا تقرب من الله عز وجل بالقرآن وبالذكر وبالصلاة في المسجد، صلاة التراويح كاملة، طلع جزرك عارف يقول لك الشيطان وبارك عليك راك تصلي شي جوج بارك، راه كاين واحد ما صلاش كاع. صلي التراويح كاملة، تجي تكتب لك 10 ديالهم كاملين، وباش تقرب من الله عز وجل، قراءة القرآن، ختم خاتمة واحدة، شي جوج، شي ثلاثة، باش ما قديش ختم، غير ما تبقاش جالس وتضيع الوقت هكاك، نطلب الله عز وجل أنه يوفقنا هذا الشهر المبارك ويبارك لنا فيه، السلام عليكم ورحمة الله.